الفيدرالي بدأ اجتماعه يوم أمس، وننتظر ما سيقول إليه الاجتماع اليوم، وهو آخر اجتماع أيضا تحت رئاسة جانت يلن. للمزيد حول هذا الاجتماع وأثره على الدولار الأمريكي ينضم إلي في الاستوديو هنا السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد، أهلا بك، شكرا لانضمامك السلام. إلينا. الدولار الأمريكي يعني يتراجع منذ أشهر طويلة، والآن 6 أسابيع متتالية وهو المؤشر الدولار يسجل تراجعات مستمرة. هل تعتقد بأن اجتماع اليوم، وهو آخر اجتماع لجانيت يالين، قد يعطي الدولار بعض المجال للتنفس قليلا؟ حقيقة يعني في اجتماع اليوم الذي من غير المتوقع فيه أن يتم رفع أسعار الفائدة، إذا قارناه بالاجتماع الأخير الذي تم فيه رفع أسعار الفائدة، فمع رفع أسعار الفائدة تراجع الدولار الأمريكي كذلك الأمر، فما بالك إذا لم يتم رفع أسعار الفائدة. فبالتالي هناك ضغط كبير وسياسة نقدية في الفترة الحالية ذات تأثير محايد نوعا ما على أداء الدولار الأمريكي، طالما أن في ضمنية بيان السياسة النقدية دائما بعض التخوفات بما يتعلق بالنمو ومستويات التضخم تحديدا، وتظهر نوعا ما تخوف الفيدرال الأمريكي من الإسراع في عملية تشديد السياسة النقدية ورفعها بشكل أكبر لأسعار الفائدة إلى مستويات أو عودتها إلى مستويات ما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية حوالي 5.25 تقريبا بالمية. إجمالا من غير المتوقع أن يكون اليوم هناك هذا الدعم الإيجابي الكبير للدولار الأمريكي. ممكن أن يستفيد الدولار الأمريكي مؤقتا خلال تعاملات أو خلال فترة إصدار أسعار الفائدة أو بيان السياسة النقدية، لكن لجانت يالين كخطاب أخير ممكن أن تؤكد على السياسة النقدية أنها أنجزت وحققت العديد من التطورات، وفعلا كان هناك تطور في الاقتصاد الأمريكي، لكن الدولار الأمريكي حاليا لا يترجم حالة نمو أو تعافي الاقتصاد الأمريكي بقدر ما يترجم السياسات المالية كذلك الأمر التي تتجه إلى ضخ مزيد من الانفاق داخل الدولة والانفاق على البنى التحتية وما إلى ذلك، واللي ممكن أو بصورة غير مباشرة يفهم على أنه الدولار الأمريكي راح يكون أضعف خلال الفترة القادمة على الأقل خلال تعاملات هذا العام. طب ضعف الدولار من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني التوقعات بالتشديد السياسة النقدية تحديدا في منطقة اليورو، هل تعتقد بأنه بالفعل متجه البنك المركزي لبدء إنهاء التيسير الكمي في سبتمبر المقبل؟ إجمالا يعني كان الدولار الأمريكي أو الاقتصاد الأمريكي منفرد نوعا ما فيما يتعلق بعملية تشديد أو التوجه نحو تشديد السياسة النقدية. الآن بدأنا أصوات كثيرة تتعالى من بنوك مركزية أخرى تتجه إلى تشديد السياسة النقدية لاحتواء التعافي، وعلى رأس هذه البنوك البنك المركزي الأوروبي الذي يتجه أولا إلى إلغاء البرنامج، والتصريحات التي سمعناها يعني تصريحات قوية إنهاء البرنامج كله دفعة واحدة دون عملية تقليص أو ما إلى ذلك اللي هي تابرينج. هذا بحد ذاته يعتبر يعني أن المركز الأوروبي قادر ومستعد أن يقوم بمثل هذا الأمر بشكل سريع، خصوصا أنه استفاد حقيقة من هذا البرنامج بشكل كبير. التضخم ارتفعت مستوياته، يعني لاحظنا الارتفاع أو التحسن، ولكن مع نمو أسعار النفط يعني شفنا الاقتصاد الأوروبي المستفيد الأكبر من الارتفاعات الأخيرة. فبالتالي 1.25 قادمة على اليورو دولار ممكن بشكل قابلة كبير على المدى القصير. صحيح هذا الكلام. أنا أشكرك جزيل الشكر رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا. لك لربما ليست الاجتماع الأخير لجانت يلن الذي سيحدد مسار الدولار، ربما التصريح الأول لرئيس البنك الاحتياطي الجديد. شكرا لك رائد. شكرا لك.